فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن فرصة ممتازة جدا، بس قبل ما أتكلم عن الفرصة دي أحب أوضح لدي قناتنا، قناة منح من كل ألوان، بنعرض فيها فرص ومنح كتيرة جدا، بالإضافة كمان إن ده الويب سايت الخاص بينا، هتلاقوا عليه منح وفرص كتير جدا، فياريت تتصفحوهم عشان هتجدوا منح مناسبة كتير لكم. وكمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة. فرصة النهاردة هي عبارة عن فرصة تدريب وعمل في فندق ممولة بالكامل في اليونان، تمام؟ طيب خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. الدولة اللي هيكون فيها التدريب والعمل ده هي اليونان، تمام؟ ودولة طبعا من يعني من أفضل وأحسن الدول، وعدد سكانها بسيط، ودولة هادية جميلة جدا، دولة سياحية بامتياز. الجهة اللي هتكون مانحة التدريب ده هو عبارة عن فندق اسمه ستيلر ميديترينيان هوتيلز، تمام؟ ده اسم مجموعة أو سلسلة فنادق موجودة في اليونان، تمام؟ بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجه لها الفرصة دي، الفرصة دي متاحة لجميع المراحل الدراسية من طلاب وخريجين ودبلومات، يعني الفرصة دي ما بتشترطش بأنك تكون لازم معاك ماجستير أو لازم معاك دكتوراه، هي متاحة لجميع المراحل الدراسية ومن أي تخصص، حتى مرحلة الدبلومات متاحة، تمام؟ طيب مدة التدريب في الفرصة دي مدته 4 شهور، وموعد التدريب والعمل يكون بالتنسيق بينك وبين الاوتيل على حسب الوقت المتاح لديك والوقت المتاح لديهم. يعني الاوتيل ده شغال على مدار العام مفيش مشكلة، انت لما بتتقابل بتنسق معاهم انت عايز تبدأ التدريب ده امتى، وهم بيقولوا لك الاوقات المتاحة عشان تيجي فيها، تمام؟ فحتة الوقت دي حاجة ممتازة جدا، لان هم مش شرطين الزامي قوي الوقت، وانما هم طبعا قايلين ان يفضل في يوليو واغسطس واكتوبر، ولكن قايلين يفضل، وممكن كمان انك تختار الميعاد المناسب عشان تعمل فيه هذا التدريب. بالنسبة لاهداف التدريب ده، التدريب ده في الفندق هتستفاد منه ايه؟ بيقولك في الفندق ده هيدربوك على ادارة المكتب الامامي وعلاقات الضيوف، التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرد على الرسائل ومراجعات الضيوف، يعني انت زي كده هتنشر على السوشيال ميديا مثلا الفندق، تحاول تسوق ليهم على مستوى بلدك مثلا او على مستوى العالمي، تمام؟ هتساعد الضيوف كمان الحصول على افضل عطلة، الناس اللي بتبقى جاية مثلا جاية عشان سياحة، فانت هتساعدهم مثلا اذا لديهم اي استفسارات حاجات هتكون معاهم، تمام؟ والتحقق من الاسعار وضمان التشغيل الصحيح مما يضمن وصول الوافدين على مدار العام، تمام؟ كمان المساعدة في التدبير والتنظيم للحفاظ على اداء اكثر فعالية للفندق. كمان إدارة الفنادق والعمليات هيعلمك أكتر بشكل عملي كيفية إدارة الفنادق وأداء مبيعات الفنادق والمشاركة بنشاط في تحسين أداء الفندق وتنظيم الحملات وكيفية التعامل مع شكاوى النزلاء، إذا عندهم شكاوى أو حاجة برضو بتدونها، وضمان عملية متناغمة في كل شيء. يعني أنت هتتعرف كده على كل شيء، على كل صغيرة وكبيرة في التعامل في الفنادق والإدارة والحاجات دي كلها، تمام؟ فده التدريب اللي هيكون. بالنسبة للتمويل اللي هيكون في الفرصة دي، عندنا تمويل صراحة ممتاز. الفرصة دي تعتبر ممولة بالكامل. ليه؟ لأن انت عندك مصاريف التدريب والتطوع بالمجان، هتاخد التدريب والتطوع العمل ده هتاخده بالمجان، تمام؟ سيتم استيعاب المتطوعين في السكن الفندقي. طبعا انت هيكون التدريب في فندق، فبيكون في سكن للستاف بتاع الفندق اللي هو سواء بقى متدربين او الناس اللي بتشتغل في الفندق، تمام؟ كمان وجبات الطعام التابعة للفندق هتكون مزودة ليك. كمان بجانب وجبات الطعام والسكن وان التدريب مجانا، هيتم تزويدك براتب شهري 100 يورو شهريا. 100 يورو دي هي طبعا مش مرتب يعني اللي هو كبير، ولكن ده بيعتبر زي بوكيت ماني كده. البوكيت ماني ده عشان تستخدمه في اي احتياجات تانية شخصية، بجانب ان انت عندك الطعام وعندك السكن مجانا، فانت مش هتحتاج مصاريف اضافية كتير، تمام؟ كمان المتطوعين قادرين على طبخ طعامهم بنفسهم، لو انت عايز تطبخ مثلا طعامك بنفسك بتقدر عادي جدا. كمان وسائل النقل هتكون متاحة على حساب المنحة، طبعا وسائل التنقلات لو في اي زيارات، في مثلا اي وفد انت هتطلع معاه او حاجة، هيكون كل ده على حساب ادارة الفندق. كمان اموال اضافية للسفر الترفيه في عطلة نهاية الاسبوع، بيكون الستاف كده بيسافروا سفر ترفيه، فبيكون برضو على الحساب الاوتيل. كمان الاقامة في اليونان بتسمح ليك بدخول كل دول الشنغن زي المانيا والنمسا وايطاليا، بتقدر تخشها من غير تأشيرة لان اليونان من ضمن دول الشنغن، تمام؟ طيب كمان اذا كنت من الاشخاص الجيدين في التدريب، هيكون متاح ليك العمل بدوام كامل وبراتب ممتاز بعد انتهاء التدريب. طبعا احنا قلنا ده تدريب، والراتب اللي موجود هنا والراتب بسيط على حسب تدريب، تمام؟
لو انت كنت من الاشخاص اللي اثبتوا قدراتهم الجيده في هذا التدريب، ممكن بعد كده تضمن ليك شغل يعني دائم من خلال العمل مع هذا الاوتيل. تمام كده؟ فده برضو لو انت في التدريب ابديت مهارات كويسه. الدول المتاحه للتقديم، متاح التقديم لجميع الدول، سواء انت من دوله عربيه افريقيه اسيويه، بتقدر تقدم على الفرصه دي. عندنا هنا ملاحظه ان الفرصه دي ليس بها حد اقصى العمر للتقديم فيها، مش طالبين منك حد اقصى للعمر. كمان ليس مطلوب خبره في هذا العمل زي ما قلنا، وزي ما هم ذاكرين على موقعهم الرسمي اللي هنشوفه بعد شويه، مش طالبين منك اي ورك اكسبيرينس. تمام؟ عادي جدا، ما عندكش اي خبره مش مشكله، لان هيكون في تدريب اصلا. كمان الفرصه دي مش محتاجين منك بقى شهاده ايلتس تويفل وشهاده تجاره اللغه الانجليزيه، بتقدر تقدم عادي جدا. بس ده ما يمنعش ان انت افضل يكون عندك محصله من اللغه الانجليزيه عشان تعرف تتواصل مع الناس هناك. يعني مثلا واحد لما يكون صفر خالص في اللغه الانجليزيه مش هينفع، يعني زي ما يقولوا كده بتقدر تمشي حالك في اللغه الانجليزيه، ده بيكون كويس، بس هم مش طالبين شهاده اللغه. تمام؟ ودي برده من ضمن المميزات. كمان متاح لجميع المراحل الدراسيه من طلاب وخريجين ودبلومات ومن مختلف التخصصات. الاوراق المطلوبه للتقديم في المنحه دي، عندنا ابلكيشن اونلاين هنملاه بشكل ممتاز، تعمل سي في بتاعك بشكل كويس، ويفضل يكون سي في على الطريقه الاوروبيه، وطبعا عندك مقاله النيه لازم تكتبها برده بشكل احترافي. تمام؟ كيفيه التقديم هيتم ملء الابلكيشن اونلاين وارفاق فيه كافه الاوراق المطلوبه هنا. بالنسبه لاخر ميعاد للتقديم للفرصه دي هو 5 يونيو 2021، طبعا ما تبقاش وقت طويل، فانت تبدا تجهز نفسك من دلوقتي وترتب الحاجات المطلوبه للتقديم في الفرصه دي. كمان عندنا هنا بعض الملاحظات، ان قناتنا قناه منح من كل الالوان بتوفر خدمات اضافيه زي اللي احنا بنوفر منح دراسيه مضمونه القبول 100% في الصين، كمان خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه ومنحه انت عايزها، وكمان خدمه تجهيز الاوراق وخدمه التقديم على الكورسات. ولو عايز اي خدمه من الخدمات دي بتلاقي رابط استمارات كل الخدمات في صندوق الوصف اسفل الفيديو واسفل المقاله دي، برده بتلاقي رابط خدماتنا هنا، بتضغط عليه وبيفتح معاك رابط خدماتنا بالشكل ده، هتلاقي عندك كل الخدمات، التقديم للمنح، ضمان القبول في الصين، تجهيز اوراق التقديم على الكورسات، اختار الخدمه المناسبه ليك او اللي انت حابب تقدم عليها من خلالنا، واحنا ان شاء الله بنتواصل معاك ونرتب معاك كل شيء. تمام كده؟ طيب دلوقتي بقى خلينا نروح نشوف الاعلان الرسمي للفرصه دي. هتيجي تضغط على كلمه الاعلان الرسمي عشان يفتح معاك كل التفاصيل الخاصه بالفرصه اللي انا قلتها دلوقتي. تمام؟ كل التفاصيل هتلاقيها في الويب سايت الرسمي. طيب ده الويب سايت، تمام، وده الاعلان الرسمي، هتلاقي موجود عندك هنا كل التفاصيل، اخر ميعاد للتقديم هو ايه، كل التفاصيل هنا، بيقول لك التدريب من 3 ل 4 شهور، ايه الاشياء اللي هتعملها اثناء التدريب، بيكون عندك غرفه ويعني السكن في الاوتيل 100 يورو، كمان في مكافئات ماليه اكوموديشن وغيره، الورك اكسبيرينس او ليرز اوف اكسبيرينس ريكوايرد، ان هو مش مطلوب منك اي خبره خالص في هذا المجال، لان هيكون عباره عن تدريب، وهنا اسم الفندق زي ما وضحنا. فده الاعلان الرسمي. تمام كده؟ نرجع تاني، عشان تقدم في المنحه دي هتيجي تضغط على كلمه قدم الان عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. طبعا حابب بس اقول شيء، هو ان يعني السنه اللي فاتت، تمام، او مش السنه اللي فاتت، يعني عده مرات انا شرحت الويب سايت ده اللي هو erasmusintern.org، ده كان في عليه فرص كتير قبل كده سابقا، فانا شرحت الموقع ده عده مرات قبل كده، فانا مش هشرحه تاني، ولكن احط لكم فيديو من الفيديوهات السابقه اللي كان فيه كيفيه التقديم على الموقع ده، لان التقديم على الموقع ده هو نفسه، ولكن بس اخر جزئيه خالص لما بتيجي تقدم للفرصه، كل فرصه بيبقى لها مقال نيه مخصص ليها، فانت بتملى الابلكيشن بشكل عام وبتحط لكل فرصه مقال النيه الخاص بيها، فانا هسيب لكم فيديو كنت شرحت فيه الويب سايت ده عشان بس منعا للتكرار، وتمشوا معاه خطوه بخطوه وتعرفوا برده كيفيه التقديم للفرصه دي من خلال الفيديو السابق. تمام؟ فكده بقى احنا شرحنا كل تفاصيل المنحه، وضحنا كل شيء، منحه مموله وفرصه تدريب، وممكن كمان تضمن مقعدك للعمل فيما بعد بدوام كامل اذا كنت من الاشخاص الجيدين. تمام؟ ما تنسوش اخر ميعاد 5 يونيو 2021، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في الفرصه دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.